بداية قاعد ناكل طق أول طقة صار ناكل طقة ثانية صار ناكل النار شلون قاعد يمشي يعني ناخذ النار قاعد يمشي شلون بنزين قاعد ينتظر قاعد يمشي الدخان صار يم أخوي طلعت أخوي أنا أخوي مريض طلعت هناك على الشارع يم السيطرة طبعاً من البداية لقيتنا الدخان والنار بوجوني ردت خلصت قوة أمي طلعتها كانت أمي يمها جوا طلعتها قبل طبيت عليها طلعتها نو افتريت من جوا صعدتها من الشباك ما لحقت على بيبيتي راحت رحنا دورنا المستشفيات وحده وحده رحنا طب العدلي رحنا الكندي رحنا المستشفيات كلها ببغداد ما لقينا ولا جثه ما تعرف فحم صاير